رغيف العيش منقوش عليه من جمال وش محمر ويفتح نفس اي واحد ياكله بيه، وكمان العيش الملوح الجميل قدامك يا جماله. انا عايزك بقى تتفرج كده معايا وتتفرج على العيش التاجيكي. اللهم صل على النبي. العجينه هنا بيعملوها طريه جدا، وكمان يبتدوا بقى يخلوها تقعد فتره وبعد كده تبقى زي الرحلاحه. اللهم صل على النبي. ايديهم هنا بصوا كله شغال بالميزان، بالميزان، ما عندهمش كلام، كل حاجه هنا عندهم بالميزان. هتلاقي الميزان ده زي الميزان ده زي الميزان ده زي كل حاجه موجوده وزن واحد. تخش جوه للحاجه هي شغاله وبتطلع بقى رغيف العيش يعتبر مسطره مسطره. يعني انتم متخيلين بقى درجه الحراره، الله يكون في عونها، والفرن تحت مولع. هنا بقى الحاجة برضو شغالة هنا، هو وست الطيبة برضو مبتسمة. والحاجة والحاجة انت مش فاهماني، انت مش فاهماني. انا هقول لك على حاجة، انا بقول ان الحاجة يعني دي الحاجة جزال يعني جزال. عندي فين؟ ليتسا. انت هندوستان؟ عربي عربيستان، هندوستان نوت هندوستان، طاجيكستان. فين؟ افتحي. اللهم صل على النبي. فين العيش؟ فين العيش؟ استني كده، اسحبي يا حاجه، اسحبي حاجه، اسحبي اسحبي اسحبي. اللهم صل على النبي. العيش، العيش الجميل الحلو اللذيذ. انت زعلانه ليه؟ اوعي تزعلي. فين؟ هاتي. هوبا، الله اكبر الله اكبر. في حاجة أنا عايز أقول لحضرتك عليها، الفن نفسه بتاع العيش، الوردة اللي هي تتعمل شكلها الجميل، وبعد كده هنا تيجي الحاجة تبتدي تعمل بالمنشار، وبعد كده تبتدي تعمل دوريات بفكر بسيط جدا، بس بيعملوا حاجات حلوة. الشكل العام يدل إن الناس هنا في طاجكستان بتشتغل صح. درجة الحرارة بتاعت الفرن عالية جدا، وهم هنا شغالين بكل حب وأريحية. العيش اللي بيطلع هنا في المناسبات للأفراح، في عندك كمان للعزومات والولائم، في عندك كمان مطاعم كتير جدا هنا. هنا نفس الفكرة بتاعت العيش الملوح، نفس الفكرة بتاعت العيش الملوح اللي هو اليمني، نفس الفكرة. بس هنا ده بيتاخد وبعد كده بيخش جوه بينزل في الزيت ويطلع، عشان خاطر تعالى كده اوريك شكله بعد ما بيطلع من الزيت. تعالى 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 بص، تعالى بص، هو ده، ده بيبقى المنظر بتاعه بعد ما بينزل الزيت وبعد كده يطلع من قلب الفرن. تعالوا بقى اقول لكم الرغيف. بصوا العجينه دي كلها بتتفرد مدوره وتفضل تخطخط فيها كده بايديها يمين وشمال عشان خاطر تظبطها، وتفضل بقى تلفها يمين. تخيلوا بقى الوزن ده كله، وبعد كده بالمنشار تقسم عشان خاطر الهواء يخش جواه. شوفوا بقى الفن والجمال، شوفوا الرسمه وهما بيرسموها. ولا تخيل بقى الستات دي كلها واقفه ورا بعض عشان خاطر يشيكوا كده منظر الرسمه، كل واحد بترسمها بطريقتها. تخيل بقى ان هي رفعت الرغيف ده كله وجريت بيه على الفرن. طب الفرن ده درجة الحرارة بتاعته عالية، وبعد كده حطت شوية المية ولزقته في البطنة بتاعة الفرن، وبعد كده يطلع الشكل الجميل الحلو ده، بيبقى يفتح النفس ومقرمش الواحد، يا سلام ياكل. انت متخيل الحجم بتاع العيش دون وزنه قد ايه؟ ومتخيل هنا في فطير، وعندهم كمان الصمصة باللحمة، وكمان هنا كمان صمصة. المكان اللي احنا جيناه ده بالظبط ساعة يتملي ويخلص. هنا موجود العيش اللي هم جوه يعني يعتبروا بيخبزوه. بص منظر الرغيف، العيش ده انا عايزك تسمع كده، اسمع 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 كده وبيقطع. طب تخيل بقى الطعم بتاعه، تسمي بسم الله، مقرمش من تحت وطري من جوه، طعمه ليه طعم تاني خالص.
انا عارف ان الستات اللي شغاله بتبقى شقيانه جدا. تخيلوا بقى واقفه وبتعمل العجينه بالدقيق، والتانيه تحط العجينه نفسها بتاعت الرغيف جوه الفرن، وارجع اقول لك ان الفرن ده مولع. تخيل بقى المية وهي بتنزل كده والصهد بتاعها، بس كله يهون عشان خاطر احلى رغيف عيش بتطلعه بالمنشار وكمان الكبشة بتاعتها. فعلا الستات الجدعان موجودين في كل مكان حتى في طاجكستان. اطلعي بالعيش يا حاجة، اللهم صل على النبي، الله هو اكبر على رغيف العيش الجميل الحلو ده. العيش بقى اللي هو بالزيت، اللي هو شبه العيش الملوح اللي اخواتنا اليمنيين بيعملوه، بتحطه على المخدة كده عشان ينام ويستغطى، وبعد كده ترفعه وتحضره وتحطه جوه الفرن درجة الحرارة عالية جدا، لازم يتحط في البطن بتاعة الزير اللي قدامكم دول. انا عايز اوريك بقى، بص المنظر هنا، بسم الله ما شاء الله. تخيل بقى المنظر ده، المنظر دول يعني هيطلع دلوقتي طلعته، وبعد كده بقى تبتدي تحط الناحية التانية. هو ده اللي احنا بنقوله واللي احنا بنحكيه، ان طاجكستان من الدول الجميله الحلوه اللي الناس كتير جدا ما تعرفش حاجه عنها. اكله عدنان جت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعمكم. بشكر برضو الناس هنا، ناس طيبه متسامحين مضيافين، دي اهم حاجه موجوده عندنا. عشان كده انا بعت سلامي لكل متابعين اكله عدنان، وبقول لكم تعالوا طاجكستان. في شارع اسماعيل رخوني شيخونات رايحات، موجود هنا اقدم مكان بيبيع عيش موجود في طاجكستان. ناس طيبين جدا وناس محترمين.